الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، نقدم ليكم النهاردة تمرين جديد وعشب جديد، تمرين هنقوي بيه عضلات، هنلين بيه مفصل، وهنقدم معاه عشب جديد عشان نعرف إزاي نستخدمه يكون وقاية وعلاج لينا. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة وكل يوم تمرين وكل يوم عشب. النهاردة هنتكلم عن مفصل الكاحل وهو مفصل القدم. كتير مننا يقول أنا عندي ألام مبرحة، عندي أملاح. طب عشان نمنع الألام دي نبدأ نعمل التمرينات دي، لأن الوقاية خير من العلاج. لو بصينا دلوقتي مع الكابتن حمدان بيبدأ يعمل تمرينات مجموعة الوقوف على أصابع القدمين. الرافع الأعلى بيبدأ يرفع رجليه زي ما انتوا شايفين، الرفع الاعلى، وياريت وما يرفع يقف فوق، خليه فوق شوية، شد عضلاتك، ايوة، وترجع وقف على كعبك. الوقوف على الكعبين والوقوف على مشط الرجل في غاية الاهمية للتوازن. طبعا لو كبار السن مش قادرين يعملوها يقدروا يمسكوا في شيء قدامهم، هيورينا كده الكابتن لو هيقدر يمسك، او حد يمسك ايده زي ما انا همسك ايد الكابتن حمدان اهو، يبدأ يؤدي التمرين بحيث التوازن ما يختلش عنده. بيبدأ يعمل تمرينات داخلية للقدمين، انه يبدأ يقف على القدم من الخارج كده الوقوف، وبعدين الوقوف على القدم من الداخل، يرجع يقلب رجليه للداخل، القدم من الخارج والداخل. ده بيقوي أربطة القدمين عشان يقول لك بيحصل لي التواء في مفصل الكاحل. طبعا نقول له الالتواء ده ممكن نمنعه لو قوينا الأربطة بتاعة القدمين. دلوقتي وقف على الجانبين، أيوة، العكس، أيوة، يقف على العكس. ممكن يؤدي نفس التمرين من أوضاع مختلفة وهو جالس وهو نايم. طبعا التمرين ده في غاية الأهمية للحفاظ على أربطة مفصل الكاحل. أحبائي في الله، نشوفكم إن شاء الله مع تمرين جديد وعشب جديد بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عشب اليوم أيها الأحبة في الله اسمه العوسج. العوسج ده نبات شوكي موجود في أماكن كثيرة، على ضفاف البحار، في الصحراء، في الرمال. العوسج عبارة عن شجرة شوكية معمرة بيصل ارتفاعها لحوالي مترين. بنستخدم منها السيقان والأوراق في المجال العشبي الطبي. الأزهار أيضا لها فوائد عظيمة جدا لعلاج كثير من الأمراض. يمكن استخدام العوسج في علاج أمراض كثيرة، منها التهابات الجلدية والقرح. القرح المترممة اللي بيقول بقى فيها نسبة صديد عالية زي قرح الفراش، لو استخدمناه في كدهان مع زيت الزيتون يعالج الحكة في الجلد. أيضا العوسج بيعالج آثار الحنة اللي بتبقى موجودة في أماكن مش عارفين نزلها مثل الأظافر. وممكن لو تم غلي جذور العوسج بتعالج لنا، بتوقف الجذام في بعض الأمراض لبعض المرضى. وممكن تستخدم في علاج بعض القرح. بعض النساء بيعانوا من بعض التهابات المهبلية، ممكن يستخدم غسول العوسج إنه بيغلى وتستخدم هذه المياه، أو يستخدم كمشروب في بعض الأحيان لتقوية الشهوة الجنسية عند النساء والرجال، على يعني نقول على التوازي، الاثنين مفيدة بالنسبة لهم. مدر للبول، أيضا ملين العوسج إذا تم غليه. العوسج من الأشياء المهمة اللي ممكن بنوصفها لبعض المرضى لعلاج التقرحات في الفم إذا تم استخدامها كمضمضة 3 مرات في اليوم. بنغلي ملعقة من زهور العوسج أو من أوراق العوسج ويتم بها المضمضة. ممكن صنع المضمضة الطبيعية اللي هي ما فيهاش مادة كيماوية باستخدام هذا العشب. في الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء جديد مع حلقة جديدة وعشب جديد، انتظرونا.